ومكملين معاكم مشاهدينا في ساعتنا الثانية من برنامج سيدتي وفقرة جديدة. أكيد صرنا نلاحظ في الآونة الأخيرة أنه غرف الولادة في المستشفيات الخاصة بدأت تنافس صالات الأفراح من حيث الديكورات والتزيين بالورود والإكسسوارات وغيره، مع استعانة البعض بالمضيفات لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة. هنتكلم أكثر عن هذه الظاهرة التي لا تنم سوى عن البدخ وهوس الفخامة والمظاهر. يسعدنا أن نرحب معنا في استوديو سيدتي بالدكتورة فهداء العريفي، مدربة ومستشارة في تعديل الفكر والسلوك. أهلا وسهلا بك دكتورة. حياك الله عزيزي. يعني لو نتكلم على الآونة الأخيرة واللي صرنا بنشوفه من البذخ في غرفة الولادة وحتى أيضا في حفلات ما يسمى تحديد جنس الجنين. صحيح، الفترة الأخيرة مش يعني تو متداول، يمكن الخمس سنوات الأخيرة هي اللي زاد فيها الحدث، وخصوصا الآن صارت دخيلة علينا اللي هي تحديد جنس الجنين. يعني وبعض الزوجات للأسف صار عندها معيار أنه محبة زوجي لي على حسب أنه عمل لي حفلة عشان أوري فلانة وفلانة أنه زوجي يحبني ومرحب بالمولود، فمن هنا أنا أبدأ أعمل حفلة. فتجدينها طوال 9 أشهر من حملها بدل ما ترتاح، تزيد علاقتها مع زوجها لأنها مقبلة على حدث جدا هام. طبعا تشتق. تشتقي، يا تكلم منسقة، لهم منسقات على فكرة حفلات الولادة، يا تكلم وبعضهم على فكرة يعني حتى تجيب مغطرفة في نفس المستشفى تستقبل ايش؟ المغطرفة اللي تستقبل الحضور بال اي فيعني وصل مرحلة من البذخ شيء صراحة مضحك ومؤلم للحقيقة. طب دكتورة فهدى بسألك، ترى هذا يعني تأثير، يعني احنا ما تجي عندنا سلوك ما يظهر كذا وليد فكرة. صحيح. احنا في ما شاء الله الآن احنا عندنا استطلاع كبير على السوشيال ميديا وسلوك كثير من المؤثرات والمشاهير اللي كل يوم يعني تبغى تصنع محتوى على منصاتها، فتبتدع فكرة كثير جديدة ونقوم احنا مع الخلية شقرة زي ما بيقول. صحيح. هل هذا السلوك فعلا متأثر بالمشهورات أو بما يقدم في الإعلام، ولا هو سلوك اجتماعي قاعد يتطور من ذاته؟ هو تقليد ومحاكاة للآخرين لكنه تطور إلى مستوى جدا عالي. يعني بالأخير أنا كإنسان أكيد أنه عندي وعي. مين طوره؟ أنا هذا سؤالي، مين اللي قاعد يطور؟ مين اللي قاعد يلعب في اللعبة هذه؟ الانفتاحية اللي أحس اللي إحنا قاعدين نعيشها، مش السوشيال ميديا؟ لا، المشاهير حكايتهم ذول حكاية جدا، يعني للأسف حولوا مجتمعنا إلى مجتمع استهلاكي في أبسط الأشياء وأبسط الأمور. تأثيرهم على الأسر، بالضبط تأثيرهم على الأسر بشكل كبير. يعني تجيك مثلا، أنا ما أعم لكن كثير، يعني من حقك تعملين إعلان وتسوقين، لكن ليش تقولين يعني إذا ما جبتي المنسقة هذه مثلا في حفلة استقبالك تخسرين نص عمرك، ما أدري وش هو، إذا ما هذا بتندمين، إذا فحس المبالغة في التسويق، وبعدين تجيب على نفس الشيء وتعيد نفس الكرة. لكن بعض الأخوات الله يهديهم البسطاء أو السذج أو اللي ما عندهم مستوى عالي من الوعي تتأثر، وبالتالي تتأثر من زينة الأسرة ويقعدون حتى في ديون بعض الأحيان. صحيح. يا حلو حياة من أول الحرمة تحمل وتولد ما حد درى عنها. أي. الآن من يوم يبقى قطس من اللي على قلبه في بطنها وهي تسوي لك حفلة وهالليلة أنا حامل، يلا الحين نختار جنس المولود، يلا الحين يلا. طب هل هذه الأشياء كلها يا فهدى تخلي الوحدة ممكن توصل لمرحلة إن هي تتسلف أو تتدين عشان تعيش لحظة فرحة ثواني ويقعد الدين على ظهرها كاسرها يمكن سنين أو شهور؟ اي نعم، في، لانه ما نقدر نحكم على المجتمع كله بذات الوعي، في فروق فرديه بين البشر، يعني ممكن انت واعيه، الاخت هنا واعيه، الاستاذه واعيه، بس لما تجين عند بعض الناس حتى بعضهم تلقينا يعني بدرجات علميه عاليه لكن ما عندها ذاك المستوى من الوعي، لا خلاص، يعني بعض الاخوات ممكن عندها 6 أو 7 بزران فتجيك تقول والله انا بسوي حفله استقبال جنين. هذا احيانا تقودنا المقارنه الاجتماعيه، يعني انا ما اقدر، انا في بيئه وفي مجتمع هذا سلوكهم، اذا ما سويت هذا الشيء فانا اسيء لنفسي. صحيح. لا، هي قناعات انا احس بالاول وبالاخير لبنى، يعني في بنات كثير تكون في مجتمع لا قوه الا بالله من البذخ ما يخليها تزين المستشفى كامل، وفوق هذا قناعتها لا والله ما ابغى اجيب اهلي وممكن اجتمع بالناس عندي في المستشفى تكون وقهوه وحاله عاديه، من غير ما انت اللي قبل شوي قلتي اللي تغطرف
واللي يعني ومنسقة وبوفيه، وهي أساسا يعني توها والدة وتعبانة. وعلى فكرة يعني إحنا مجتمع نؤمن بالحسد أكثر مما نؤمن بالإذكار وحفظ رب العالمين. صحيح. فبعد ما تعمل الحفلة هذه مباشرة تربط اللي يصير لها، أو ممكن الجنين يتعرض المولود لشيء احسدوني. طيب ما انت اللي عملتي الحفله، ما لا من من الادهار اللي هي مسويته في عمرها، فتحس والتعب اللي هي كانت في اول الايام تعب، لانها اي على مستوى 9 اشهر وهي تشتغل وتكلم 10 اشهر حسبي مع الولاده، فتصير 10 اشهر بالضبط وهي قاعده يعني مخها شغال، عقلها شغال، نفسيتها تعبانه، كيف الناس تاخذ انطباع عني، كيف الناس وتفكير صحيح. في الناس كيف هذه قدمت، كيف هذه حطت، فهي اكيد انه بعد هذا التعب كله اخر شيء بتطيح وبتتعب وبتقول زي ما تفضلتي انه تاثير المجتمع بالاضافه للقناعات. فلما يمتلك الانسان الوعي الكافي مهما كان مستواه المادي، خلاص انا ليش يعني اتاثر بفلانه وفلانه، خلاص انا عارفه ان زوجي يعني وانا وياه متفقين على حفله مبسطه فرحانين بمولودنا، فليش احمل كاهلي اثقل مما انا احتاج اليه؟ بالنهايه يعني انا اللي حاتعب، والجنين اللي ممكن يتاثر الطفل مع اهمالي له، مع تعبي، مع اهمال الزوج الى اخره. هذه هي المشكلة اللي احنا بنعاني منها، الوعي. الوعي يعني على قد ما احنا كمؤسسة كلاسيكية خلينا نقول إعلامية اننا نسعى اننا نحط الطريق الى المسار الصحيح، ولكن ما زال هناك مشكلة الوعي، يعني انه بعض الناس يتأثروا بكل شيء بالسوشيال ميديا ويفكروا انه هي هذه الصح وهي هذه الحياة المثالية اللي المفروض نمشي عليها كلنا. عشان كده ابغى اسالك دكتورة فهدى، يعني لو نتكلم عن الاسعار، يعني أنا صراحة ما هو خاطر في بالي لأني أنا بعيدة عن هذا المجال، فلو تكلمين عن الأسعار، كم تكلف هذه الزينة وهذه الديكورات وهذه الليالي اللي تكون فيها بذخ شديد، يعني قديش تصل تكلفتها؟ بعض الأحيان تصل أسعارها لأسعار الزواجات، يعني عشرات الألاف تكلف على حفلة استقبال مولود أو على حفلة تحديد جنس طفل. يعني المبالغة شيء عظيم، يعني وبعض الأحيان الأخوات تعمل حفل استقبال على عدة أيام، اليوم والله بنعمل حفل استقبال جوتشي، بكرة بنعمل فندي، واليوم الثالث عشان يقهر فلانة بعمل ديور، فمكلف الموضوع. يعني حتى أتوقع أنكم أكيد يعني في النهاية أنتم نساء وحضرتوا حفلات استقبال، الله يكرمكم، حتى السلة البسيطة وعلبة المناديل يلبسونها. أنا ما أروح الأماكن، ما أروح، أنا أحيانا تضطرين. إحنا صراحة دائما مشغولات، يعني إحنا ربي رحمنا من ذا الموضوع، يعني مو كثير نحضر أشياء، بس تشوفين يعني تشوفين عينات في، حتى أحيانا بعد ما يخلص الحفل تشوفينها تعرضها في السوق لأنها خلاص يعني تبغى المقابل. والله شيء محزن. أنا هسألك سؤالي الآن، يعني اللي من أكرم عليه ربي ربي بارك له، أما بنعمة ربك فحدث. إحنا ما نتكلم عن الناس اللي عندها القدرة المالية وهذا أبسط ما ممكن تنفقه على نفسها يعني وتنعم بما أنعم الله عليها. بالضبط. لكن إحنا عتبنا على الأشخاص اللي زي ما قالت أودي في الفقرة السابقة ما مد رجله على قد الحافو. ففي النهاية أعتقد أنت صححي لي دكتورة فهدى، أنت أكثر مننا دراية بالأمر، ما يؤثر سلباً في العلاقة الزوجية؟ يعني لما أجي أهكل يعني أثقل كاهل زوجي وأقول له أبغى وأبغى وأبغى وأروح أسوي جمعيات وأخذ قروض وأدهر عشان أظهر بمستوى لمدة ساعتين هو مش مستواي أصلا، صحيح. كيف أثرها على العلاقة الزوجية بعد انتهاء هذا الحدث؟ صحيح. يعني الآن فترة حمل وزي ما تفضلت أودي ولادة، هي أوريدي يعني حتكون فيها فترة فتور بين الزوج وزوجته، فما بالك لما تثقلين كاهلة بهالأشياء وتنشغلين عنه لفترة معينة، بعدين ممكن تتراكم عليه ديون ويتسلف عشان فقط يرضيها، لأنه بعض السيدات تعتبره معيار للحب بالنسبة لمثل هذه الحفلات. طيب بسألك دكتورة فهدى، يعني أبي كلمة منك تكون طالعة من قلبك لكل بنت قاعدة تشوف أنه مفروض الحياة تكون كذا وما تفكر في المستقبل اللي بيجيها. يعني الناس ما عاد هي أغبية مثل من أول، إذا أنت سويتي كذا على دين وعلى سلف الناس راح تحكي عنك، إذا أنت سويتي على سعة الناس برضو راح تحكي عنك، يعني كل كذا ولا كذا أنت منتي سالمة من الناس. فإيش النصيحة اللي ممكن تقولينها للبنات اللي عايشين حياة بسيطة، أن لا تثقل مثلا عن زوجها، عن أهلها، لا تثقل على نفسها، هي لا تثقل على نفسها، ما هي حمل هذه الأشياء كلها، دامها متفقة مع زوجها ومرتاحة في وضعها وهذا الشيء عندها قناعة فلتثبت عليه، واثق الخطة إيش يمشي مالكا، صح ولا لا؟ وبالنهاية يعني الناس لا حيدفعوا لها فواتيرها ولا حيسددوا لها ديونها ولا حيعبوا لها حتى الثلاجة، حيصوروا سناب عندها، حيصوروا سناب ويقولوا احنا في ضيافة فلانة وفلانة أكرمتنا وفلانة شوفوا ايش سوت. كيف نفوت هالفقرة؟
وبعدين في الليل يجتمعون يقعدون يتكلمون بعض الاحيان فيها. على فكره احنا نحترم اراء الناس وبراحتهم يسوون اللي يبون، لكن انه على زي ما قالت الاخت انه على قد لحافك مد رجليك، ليش اثقل كاهلي بشيء انا ممكن اني اتجاوز وعادي، يعني هو مجرد كماليات بالنهايه. طيب فهد وش الاساليب اللي ممكن تقترحينها عشان تعديل السلوك اللي زي كذا؟ القناعه، كل ما اقتنع الانسان بحياته وما صار مجرد وعاء انه يستلقي ويعبي في نفسه، كل ما كان ينعم بحياه هادئه مستقره مرتاحه، تميز براحه البال. اما اذا بصير يعني مجرد اني اطلع على ثقافات الاخرين واخذ السلبي واعبي في نفسي واضغط على نفسي وعلى اهلي وعلى زوجي، بالتالي هو التاثير عليها هي يعني في النهايه. اليوم المفروض انه الزوجين لما يكون عندهم في مولود جاي في الطريق وحياه جديده ومسؤوليه جديده، يمكن الكثير زي ما احنا بنتناقش في هذا الموضوع بينشغل في التجهيزات والتحضيرات وصرف المبالغ عشان المظاهر وقدام الناس وعيب وما يصير ولازم نحط افضل ما عندنا. كيف المفروض الزوج والزوجه انهم يهيئوا نفسهم لاستقبال هذا الطفل والمسؤوليات اللي راح تكون عليهم؟ يعني زي ما احنا بناخذ من الغرب الاشياء السيئه، حفلة المولود والفلوس، خلينا ناخذ منهم كمان الأشياء الطيبة اللي هي الدورات حقت تثقيف الأم والأبو، كيف يستعدوا نفسيا لاستقبال الطفل، إيش هو الأشياء اللي راح يتوقعوها من هذا الطفل اللي يجي. أنت يا أب إيش المسؤوليات لما نتشارك مع زوجتك في العناية بالطفل، وإنك تكون متواجد مو 40 يوم تروح عند أهلها وهو ما هو داري عن أي مسؤولية غير إنه يشوف طفل نظيف وحلو ويا سلام وخلاص يشوفه 5 دقائق وروح مامته. فكيف ممكن يتهيأ الزوجين ويستغلوا هذه الفترة لاستقبال المولود الجديد؟ للأسف عندنا هنا في المجتمع ما في دورات تثقيفية توعي الزوجين بالأمور هذه، لكن ممكن هم كزوجين يعني يخلقون نوع من المشاركة بينهم، تجهيزات تكون بينهم بالاتفاق بينهم، يستعدون للموضوع، يرتبون للسرير، يدخلون في المواضيع هذه. المشاركة في المسؤولية بالضبط، المشاركة في المسؤولية خطوة وخطوة، بدل ما تقعد تجهز لحفلة باذخة تقعد تجلس مع زوجها تشارك أفكارها، تعرض عليه مقترحات هو يعرض عليها أفكار، وبالتالي هذا يخلق حب أيضا حتى للمولود ومشاركة فيما بعد بإذن الله إذا تمت الولادة. دكتورة فهدى شكرا لك ولتواجدك معنا، يعطيك العافية. الله يسعدك يا رب، أنا سعيدة جدا أني كنت معكم. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل، هل النساء هم أكثر ضحايا التستر التجاري؟